تفضل يا أخي أبو ماجد من الرياض. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. عندي سؤالين الله يطول في عمرك. مثلا لو أنا سجين ومسجون في دين وتوفيت وأنا في السجن على ذمة أني أطلع عتار، هل الدين يسقط إذا توفيت لا قدر الله؟ السؤال أنت ما مدة المدة التي أستطيع فيها خراج صك العتار؟ طيب. شكرا يا شيخ. أما إذا توفيت ولم تسدد الدين فهو باق في ذمتك حتى يسدد عنك من تركتك، إن كان لك تركة أو أن أحدا من أقاربك أو من المسلمين تحمله عنك وسدده، فبذلك تبرأ ذمتك. أما ما دام الدين لم يسدد فنفس المؤمن معلقة بدينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يوجب الاهتمام بالديون وعدم التساهل في تسديدها والمبادرة مهما أمكن تسديد الديون. وأما قضية متى يخرج صك العسار فهذا عند المحاكم، تراجع المحاكم، أنا لا أدري عن هذا.